السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 12/8/2023 في الجولة الأولى من الدوري الأسباني الموسم الجديد 2023/2024. اليوم متابعين الكرام، ريال سوسداد تعادلت أمام جيرونا 1-1. أحرز هدف ريال سوسداد تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 5، هدف جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 72. لاس بالماس تعادل امام مايوركا 1-1. اتلتيك بلباو خسرت من ريال مدريد 0-2. احرز دافع ريال مدريد رودريغو في الدقيقه 28 وجود بلينغهام في الدقيقه 36. متابعينا الكرام، تستمر الجوله الاولى غدا باذن الله تعالى الاحد 13/8/2023، وعندنا مباراه قويه بين ختافي وبرشلونه الساعه 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريمير الاولى بريمير مع المعلق حسن العيدروس. امس الجمعه الموافق 11/8/2023 بدات الجوله الاولى والموسم الجديد. الميريا خسرت من رايو فايكانو 0-2 واشبيليه خسرت من فالنسيا 1-2. الان نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم. متصدر الدوري الاسباني رايو فايكانو المركز الاول 3 نقاط، ريال مدريد المركز الاول المقرر 3 نقاط، فالنسيا المركز الثالث 3 نقاط، جيرونا المركز الرابع بنقطة، ريال سوسيداد المركز الرابع مقرر بنقطة، لاس بالماس المركز الرابع أيضا مقرر بنقطة، مايوركا أيضا المركز الرابع بنقطة. المركز الثامن هي الفرق التي لم تلعب حتى الآن، وهم برشلونة وقادش وغرناطة وديبورتيفو ألافيز وأتلتيكو مدريد وختافي وأوساسونا وسيلتا فيجو وريال بيتيس وفياريال. المركز 18 إشبيلية بدون نقاط، الميريا المركز 19 بدون نقاط، اتلتيك بلبول المركز 20 والاخير بدون نقاط ايضا. متابعين الكرام، خلينا نتعرف الان على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين ارتيم دوفبيك لاعب جيرونا، او كلهم سجلوا هدف، كل لاعب من اقولهم دول سجل هدف. انطونيو رايلو لاعب مايوركا، ايزاي بالازون لاعب رايو فايكانو، جوب بلنغهام لاعب ريال مدريد، مختار دياخابي لاعب فالنسيا، رودريغو لاعب ريال مدريد، تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسداد. طيب متابعينا الكرام، خلينا نتعرف الان على ترتيب صناعه الاهداف. متابعينا الكرام، متصدر صناعه الاهداف اندريا الميدا لاعب فالنسيا صنع هدف، ودانيال خربخال لاعب ريال مدريد، ودافيد الابا لاعب ريال مدريد ايضا، وهوجو دورو لاعب فالنسيا، وسوسو لاعب اشبيليه، وسيرجي دردير لاعب مايوركا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.